ميشا خليل. تحياتي لكم وأهلا بكم في رحلة جديدة من برنامج مرازي، نخصصها اليوم للموسيقي التونسي جوهر، فنان يغوص بنا في عالم خاص حميمي فيه من النوستالجيا والبوهيمية الحالمة، عالم يحلو لنا أن ندخله لنستمتع بألحانه، بألحان هذا الفنان، ألحان تحمل خفة وجدية في آن معا، ألحان جوهر تضرب على وتر الحلم لكنها تدعو إلى التساؤل. وجوهر هو ضيفنا إذن اليوم في برنامج مراسي. موسيقى متمردة. جوهر، أهلا وسهلا فيك بإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا. أنا بصرني صديفك اليوم حتى نحكي عن موسيقى أنا شخصيا بلاقيها كتير حلوة، وخصوصا الألبوم الجديد تصويره. ولكن قبل أن نبدأ بالحديث عن هذا الألبوم لنسافر قليلا في عالم جوهر، الموسيقى التي تعزفها فيها القليل من كل شيء، يعني فيها القليل من الالتزام، القليل من التمرد، القليل من الخفة، القليل من النوستالجيا، من البوهيمية، من تونس، من بلجيكا، ومن كل العالم الذي يعني زرته وسافرت فيه ولعبت الموسيقى فيه. كيف بدأت هذه الرحلة مع الموسيقى؟ هي رحلتي أنا الشخصية، يعني ظن الموسيقى متاعي تعكس يعني تتعبر عن على اثنين اللي مشيت انا منها. انا هيك كبرت في تونس، انا بابا وامي يسمعوا في ام كلثوم، يسمعوا في الشيخ امام، يسمعوا في خرجت نلعب في الشارع، تعرفت على ناس يسمعوا في الراي الجزائري، على ناس يسمعوا في الشعبي. بعدين سافرت مش ندرس في أوروبا، وحبيت نعمل موسيقى، بديت في الموسيقى وتغرمت برشا بالفولك الأنجلو ساكسوني، يعني نيك دريك، بوب ديلان، جون مارتن، يعني فما الزلمان هذم العناصر هذم كلها أثروا علي، يعني وعلى ثنيتي في كيفاش بديت نكتب. معناها ذكرت المحيط العائلي، الوالدة تدرس الأدب ولكن تهتم أيضا بالشعر والموسيقى، الوالد يهتم بالمسرح وأنت أيضا اهتممت بالمسرح، يعني هناك خط متوازي بين الموسيقى وبين المسرح، والمسرح وليس أي مسرح، هناك نوع من المسرح تحديدا سنتحدث عنه وهو المسرح الوثائقي نوعا ما. ولكن هل ساعدك المسرح في الموسيقى أيضا، يعني بطريقة أو بأخرى؟ طبعا أولا في يعني في سهل لي لسان الخشبة المسرح، يعني الظهور على المسرح. يعني الظهور على المسرح، نتذكر أول مرة وقتها أنا بديت نعمل في المسرح في الجامعة وبالإنجليزية وقتها بديناها، فما kind of tradition، يعني تقليد إنجليزي، يعني نعملوا معناها مسرحية بالإنجليزية كل عام. أوكي. وهذيك أول تجربة لي معناها في المسرح. نذكر أول مرة طلعت على الركح قلت غدوة نهرب وما يلقاني حتى حد. ما نجمش نرجع. نذكر روحي إننا نرعش من كل ناحية، يعني كانت تجربة، لكن من غدوة رجعت
وجات الحكايه احسن، ومن غدوه من غدوه بعد غدوه يعني ولات احسن، تعودت وبشويه يعني. بشويه تعودت وتعلمت ان ولكن أنت خجول أيضا، يعني عندك هذا يعني الخجل في شخصيتك، وهذه الصفة هي أيضا صفة نيك دريك، وهو عازف الجيتار والمغني البريطاني الذي أنت تأثرت به بشكل خاص وبموسيقاه. هذه الموسيقى التي تجمع بين الفولك التونسي والفولك البريطاني، وهذا ما نجده أيضا في الموسيقى التي تعزفها، والكلمات حتى طريقة استخدام الصوت والتلحين، تلوين الصوت مع الموسيقى. ما الذي لفت نظرك بهذا المغني البريطاني نيك دريك؟ أظن يعني فما كثير من النقاط المشتركة بيني وبينه. يعني أنا لما بديت نكتب في أغنيات، واحد صديقي سمعني نغني وجاب لي من غدوة، جاب لي الكفري يعني الألبومات. الأربع ألبومات نتاع نيك دريك، وقال لي اسمع هذا، نظن سمعتك تغني، نظن فما حاجة باش تصير يعني. وكي سمعت أكيد يعني حسيت كل ألتر إيجو يعني توا بال تقول أنه توأم روحك نوعا ما هذا الفنان. أظن فما طريقة في ال طريقة في ال في التلحين وفي في الكتابة. كي أنا كي بديت يعني في الموسيقى، بديت أنا في عمر متأخر، عمري 20 سنة وقتها بديت الموسيقى، وكنت نكتب شوية قبل. وكي بديت الموسيقى معناها حبيت، ما كنتش متأثر ب ستيل موسيقي أسلوب ولا معين. أسلوب، ما حبيتش نعمل يعني ستيل هذا، وما كانش عندي تعلم يعني كلاسيكي للموسيقى. كي بديت الموسيقى قلت نحب نعمل، شريت انسترومنت معناها آلة موسيقية آلة أو نمط موسيقية، موسيقية شريت آلة نمط موسيقية موسيقي. وبديت نفركس على روحي في وحدي، وقلت كان نحب نعمل موسيقى، نحب نعمل حاجة نمشي نفركس الحاجة اللي عايشة فيا من الداخل. يعني فما حاجة نحسها نحب تعبر على نفسها، وشن هي الحاجة هذه؟ معناها لو كان باش نعمل موسيقى ما نحبش نعمل كيف أو كيف أو كيف، يعني ك يعني تتقلد ما نحبش مثلا نقلد موسيقى حاجة، نحب أخرى. حاجة لو باش نعمل موسيقى نحبها تكون متاعي أنا، يعني تعبر على روحي، يعني الروح اللي عايشة فيا. وأظن هو كان عنده نفس الدماغ يعني نفس الاتجاه أو نفس طريقة التعاطي مع الموسيقى، وربما هذا شيء جميل أيضا أنه الشخص لا يتعلم الموسيقى قبل، وهذا يعطيه عفوية في التعاطي مع النغمة، مع اللحن، مع الكلمة، والبحث عن أنماط جديدة في التعاطي مع الموسيقى. يعني عندما ندرس أسلوب معين للموسيقى نضطر في بعض الأحيان وبطريقة لاواعية وغير شعورية أنه الالتزام به، ولكن عندما الأذن نكون تتعال عندها عندها أسلوب. طبعا أنت موجود معنا اليوم أيضا للحديث عن ألبومك الجديد تصويرة، ولكن قبل الحديث عن هذا الألبوم أود لو نتوقف مع أغنية منه، يعني تعزفها لنا مباشرة في الاستوديو، وهي أول أغنية في هذا الألبوم. ملقيت أول أغنية، أول أغنية. ملقيت وين نصطاد الروح في البلاد، الأيام كيف الريح وحروبي تتوالى، نشري وما نبيع وندوخ بين الأسحار، نشارك جروح وجروحي بلا دواء، نستانس بالجوع
ونسقي بالشمال ما لقيت وين نصطاد ما لقيت وين نصطاد ما لقيت وين نصطاد الروح في البلاد ملقيت المأخوذة من ألبوم الفنان جوهر ألبوم جديد يحمل عنوان تصويرة. نتحدث عن هذا الألبوم ولكن أيضا نتحدث عن مسيرة الفنان جوهر. ألبوم تصويرة، لنبدأ بالاسم قبل أن نتحدث عن الأغنية. ماذا يعني تصويرة. هذا الاسم تصويرة؟ تصويرة نظن نفس الشيء في الشرق. لا تصويرة. تصويرة هي الصورة، يعني فوتو بورتريت، تصويرة لشخص، يعني صورة لشخص، لكن بورتريت زادك وصف لشخص، يعني ينجم يكون بورتريت بالكتابة. يعني التصويرة في زاد فيها تصور، فيها يعني تتوقف على وقت محايد معين وتصف في وصف تصف يعني تصف الوقت هذاك. يعني أنت في أي وقت أنا في هذا الألبوم؟ أنا في وقت حبيت في وقت يعني في الوقت هذا ولا في الوقت اللي كتبت فيه الألبوم؟ لا، يعني الوقت اللي من خلاله طلع هيدا الألبوم، أو اللحظة اللي أردت أنه تلتقطها في لحنك، في فكرك، في كلماتك وحطيتها بهالألبوم. حبيت نحكي على عيش الفنان بصفة عامة. يعني حبيت يكون الألبوم سلسلة من صور للفنان. يعني حبيت نحكي على طريق الكتابة والعيشة اللي يعني لو كي أيامك يعني تدخلت you dedicate them to the to art. انه كيف الايام انت اللي عم بتكرسها للفن، هيك قصدك؟ بصفه عامه يعني لما تكرس نفسك للفن، يعني تكون عندك عيشه بعض الاحيان جميله كثير، بعض الاحيان صعيبه. يعني هو كل حمل يكون هزه معك، والخدمه ما عمرها ما يعني الشغل ما عمره ما يتوقف. تخدم في النهار، ترقد في الليل،
تحلم بالخدمة، تكون في الصباح تحلم بالخدمة. وساعات العباد اللي يكونوا دايرين بيك ما عادش يساعدهم يعني، يقول لك هذه ماهيش عيشة، انت ما انت عايش لفنك واحنا شنو نعمله. ولكن حلو الخدمة او العمل في المجال الفني حتى ولو كان صعب شوي. لكن بعض الاحيان يعني للعائلة وللاصدقاء هي صعبة يعني، ما كن ماكش موجود ليهم كثير يعني. ولكن من خلال هالألبوم أيضا هناك تعبير عن مشاعر إنسانية شمولية يعني عامة كل إنسان. طبعا طبعا أنا بصفة عامة ما حبيتش نحكي على نفسي يعني، تقول portrait of artist هو نحب يكون يعني portrait of everybody يعني portrait لكل شخص ممكن يلاقي حاله في الأغنيات. Everybody that dedicates himself to beauty يعني يكرس نفسه للجمال أو يعني مش من ضروري يكون فن يعني، ساعات فما عباد تكرس نفسها للجمال بصفة عفوية ويعني ما تلوش أنه يكون شغلهم هذاك، تكون فما عباد يكونوا عايشين في الريف ويعني كل كيف متاعهم في تونس يقولوا الكيف هو يعني يعني الحاجة اللي تعجبك هكا اللي كيف متاحهم انه يقعد يتفرج في الشجرة رغبتهم انه مثلا يكونوا في الريف. في يعني في كتير ناس مثلا اللي بيعجبني انا ربما ما بيعجبهم، واللي بيعجبهم ربما ما بيعجبني. بس بيكونوا هيدي شغفهم بالحياة ربما. حبيت نقول يعني نجم يكون معناها ينجم يكون صورة مش للفنان كبير، ينجم يكون صورة العبد فقير عايش في الريف ويشوف في الوردة متاعه تطلع كل يوم ويلقى فيها جمال. وهذيك معناها his purpose of life is seeing this flower every day and making it more and more beautiful and that's يعني الهدف بالحياة إنه يشوف هالزهرة هي عم تتفتح وتكبر وتزداد جمال يوما بعد يوم. الحديث عن الريف، أنت تعيش في بلجيكا ولكن تعيش في الطبيعة، لأنه كمان علاقتك كفنان بالأرض، علاقتك بالموسيقى هي أيضا انتماء إلى الأرض، يعني ليس فقط أرض الوطن ولكن الأرض، التراب، الجمال الذي تتحدث عنه في الزهرة في الشجرة، يعني عندك علاقة مع الطبيعة تساعدك أيضا في الموسيقى كفنان. عندي علاقة مع الطبيعة ويلزمني معناها بعض الأحيان يكون من ما برشا خدمة معش نجم نمشي نحط يدي في التراب يعني ونزرع حاجة ولا نعمل حاجة في الجنينة، تقولوا جنينة انتم جنينة جنينة ونحس روحي تحسنت الوضعية البسيكولوجية متاعي بالكونتاكت هذاك مع الأرض. وعندي غابة زادة مش بعيدة على الدار نمشي لها كل يوم، كيف لو يكون موجود في الدار وعندي الوقت نمشي غادي يعني نتمشى، حاجة مهمة بالنسبة لي أنا، ما نجمش نعيش بالضغط متاع المدينة نحس اللي ما فماش سكوت، فماش سكون في أي مكان يعني، حتى في أبارتمنت ولا ما فماش سكون. وهذه حاجة أنا قاعد نكتب في نص قاعد نكتب في نص هو يعني نوع من الشعر بروز نثر، معناها هي كولابوريشن تعاون مع فيلسوف وكاتب تونسي اسمه يوسف صديق. وفي النص هذا يبدا في كل باراجراف في كل فقره او في فقرة. كل جزء عملت الباك نتاعي بالعربي بالعربيه راه نسيت كل شيء سامحوني. لا بس عم نفهم عليك. البكالوريا نتاعي عديتها بالعربيه. اما 27 سنه في اوروبا. لا بنتفهم
إذن تعاونت مع هالفيلسوف. وكل فقرة تبدأ ب جابيت لو سيلونس، يعني أعيش السكون. وهو في كل مرة يقول لي السكون غير موجود، لأنه هو فيلسوف. السكون غير موجود. يقول أنا أعيش، أحاول أحاول العيش في السكون. في بعض الأحيان السكون يكون في الرأس وليس بالضرورة في يعني صحيح. حوالينا في محيطنا. هل الناس القويين هذوكم ينجموا يخلقوا السكون في رؤوسهم حتى كيبداوا في مترو ولا في هذه قوة معناها بالحق. العباد اللي تنجم تعمل هكا هما it's a kind of meditation يعني. هي نوع من التأمل. وهذا النوع من التأمل هل يأتي عندك من خلال الموسيقى مثلا؟ يعني أنت تحب الطبيعة، تجلس في الطبيعة، تتمشى في الطبيعة وتتأمل في الطبيعة، هل تؤلف أيضا في الطبيعة؟ يعني مثلا زقزقة عصفور، مياه جارية، صوت الطبيعة، يعني هل هو ملهم لك في كتابة اللحن وكتابة الكلمة؟ يعني لما يكون الطقس حلو في بلجيكا يعني 3-4 أيام في العام نحلل، عندي شباك كبير في المكان اللي نخدم فيه، عندي شباك يعطي على جنينة، نحل ونخلي الأصوات تدخل، والعصافير والريح والتراكتور متاع الفلاح اللي يجي يخدم زادة. نحاول نكون متأثر بالحكايات هذوما الكل يعني. أما لاحظت اللي زادة نكتب ياسر في تونس، معناها كي نروح حتى على جمعة ولا اثنين لتونس نكون مور اكتيف يعني في الكتابة، أكثر نشاطا في تونس. في شمس المتوسط، شمس والمحيط يعني. جوهر، رح نسمع أغنية تانية لإلك من الألبوم، ألبوم جوهر. أي أغنية رح تسمعنا هلا؟ الأغنية الثانية نمشي بالدور. فوق الأيام هي باش يعني باش نلعب يعني فيرجن، نسخة مختلفة كثير من الألبوم. أوكي. لكن نتوقف مع الفنان جوهر وأغنية ثانية من ألبومه الجديد تصويرة. كيف طار وطيور قلبي محصور، حسيت نفوس بتسيح، عديت اشتاق وربيع انساك، تبعت الروح والريح Thank you.
فوق الأيام، أغنية أدها لنا الفنان جوهر ضيف برنامج مراسي لهذا اليوم، أغنية مأخوذة من ألبومه الجديد تصويرة. جوهر، ما بعرف، عندما أسمع الموسيقى التي تؤديها أشعر بحلاوة العيش، دولشي فيتا الإيطالية، مع أنه هناك نوستالجيا كتير كبيرة في الموسيقى وبوهيمية معينة، يعني ميلانكولي، يعني هناك مزيج بين شيء، هذا الحزن الرائع، هذا الحزن الجميل نوعا ما. هل تشعر بهذا داخلك؟ هل أنت رجل مثلا حزين، عندك مش حزين، عندك هذا الحزن الجميل الذي تستسقي منه ألحانك؟ أظن حزن موجود، لكن حزن يعني نيرلي حلو، يعني هو نتغذى منه ونحاول نطوروه إلى شيء جميل وإلى يعني تفكير على وضعية الإنسان. يعني هناك التساؤلات، هذا ما يعني بدأت البرنامج بهذا القول، يعني قلت إنه ألحان جوهر تضرب على وتر الحلم لكنها تدعو إلى التساؤل. يعني هناك تساؤلات كثيرة في هذه الموسيقى، ربما أيضا تأتي من هذا الحزن الجميل الذي نتحدث عنه، يعني نشعر بهذا الحزن الجميل، ولكن في نفس الوقت نتساءل. يعني هناك صور يعني، وكأنك توثق في الأغنية حالة معينة، صورة معينة عن مجتمع، عن إنسان، عن مشاعر إنسانية. ونأتي إلى ذكر المسرح التسجيلي أو المسرح الوثائقي، لأنه حابة نتوقف عند هذا الشق من شخصيتك أيضا، جوهر المسرحي، وجوهر أيضا الذي يؤلف من خلال المسرح، وهناك تجارب مسرحية في هذا المجال هي ربما أكثر التزاما من الأغنيات. هو يعني في الأغنية بعض الأحيان فما حاجات من يعني متأثرة بالمسرح، يعني مثلا في الألبوم السابق وين راح ما راح، كل الأغنيات مكتوبة الشخصية، يعني منيش نحكي على نفسي، نحكي كل مرة فما شخصية، وبعض الأحيان شخصية ندخل يعني في شخصية باش نغني الغناية، نكتب الشخصية معينة، وبعض الأحيان شخصية مرأة مثلا، تكون مرأة ما مش معناها حاجة مختلفة علي أنا يعني. يعني تحاول من خلال المسرح أيضا أن يعني تعبر عن نفسك، ولكن من خلال شخصيات أخرى، يعني تكتب يعني الموسيقى، يعني حابين نقول اللي أنا عملت مسرح، وهذا قعد حتى مؤثر على على كتابتي في الموسيقى. يعني هناك جسر بين الموسيقى والمسرح. عندما نقول مثلا المسرح التسجيلي أو الوثائقي، ماذا تعني تحديدا؟ يعني ماذا تريد من خلال هذا المسرح؟ هو يعني هذه تجربة خضتها مع لطفي عاشور وأنيسة داود لما رجعت لتونس نخدم على على مشاريع جديدة، وحبيت يعني نرجع شوية لتونس ونعمل حاجة غديكة،
تقابلت مع لطفي عاشور ونيسا داود، وبدينا في التجربة هذه الأولى اللي هي حب ستوري، وعملنا يعني أسسنا شركة شركة أها لهذه يعني الخدمة هذه. وحبينا نحكيه على الحب والجنس في العالم العربي يعني، والنفوذ أيضا، وظهر لنا أنه مهم أنه يكون فيه جانب وثائقي في الخدمة متاعنا، يعني ما نشبش نحن باش نكون الخدمة متاعنا معناها مؤسسة على المجتمع ريول فاكتس، يعني بدينا نخدمه على وقائع حقيقية، على وقائع يعني حقيقية. لقينا يعني خدمنا على دي بروسي، على محاكمات متاع حاجات وقائع صارت حقيقة في المجتمع التونسي ولا في المجتمعات الأخرى يعني. والمرأة أيضا يعني تحدثتم عن المرأة أيضا ونضال المرأة أو القضايا التي تخص المرأة. نأخذ الحكايات هذه الوقائع ونردوها فن، يعني نخدموا عليها، نخدموها ك ك ك منتج فني، يعني تحولوها ل يعني مسرحيه ربما ل الى تب يعني انسان يعني مسرحي بروسيبال بو دوفنير انسان جوي، يعني يعني قضية في محكمة أو مثلا ممكن تتحول لمسرحية من خلالها، ممكن تعالجها القضية ولكن بالفن والموسيقى، وتنجم تكون غناية يعني. وفي غناية وقتها كتبتها شبية تحكي على واحد يعني قضية حقيقية، واحد حرق مرته حط عليها البنزين وحرقها، وهي قعدت في السبيطار معناها بعض الايام، ما حبتش تشكي بيه. وكي والدينها معناها بعثوا البوليسيه باش يحقوا معاها، قالت لهم ليه ما عمل لي حد شيء، وانه هي في المستشفى. قالت لهم حرقني ونحبه خليناها في الغناء يعني. والغناية وقت تقول ايش بيا جنون ساكنه فيا ولكن جوهر يعني أنت أيضا مثلت على المسرح مثل ما ذكرنا في بداية الحديث. أنت في هذه المسرحيات هل فقط تمثل أو أيضا تخدم في الموسيقى أنا أمثل، أنا يعني عندي في الأصل يعني ما كنتش باش نعمل موسيقى في المسرحية، جات وحدها الحكاية بشوي أما في الأصل ممثل يعني. وكي تجي تشوف أنا عندي أنا عملت عندي تدريب كممثل أكثر من كموسيقي، ما عندي حتى تدريب كموسيقي يعني. مع أنه الموسيقى اللي الموسيقى اللي هي يعني فيها فعلا جميلة جدا، وهي يعني ردود الفعل على هالموسيقى أيضا في العالم مهمة جدا، يعني أنت في الطريق السليم أو الطريق اللي راح يوديك إلى أفاق موسيقية أنا بالنسبة لي بعتبرها رح تكون فعلا جيدة جدا بالنسبة لإلك. بتقول إن شاء الله معها حاجة تعجبني ياسر، فما برشا عباد من العالم العربي يبعثوا لي يعني مساجات وقلوا لي موسيقتك بالعربية حاجة وهيدا اللي قلت لك كيف في بداية الحديث، يعني هناك القليل من كل شيء في هذه الأغنيات وحتى في الألحان، يعني القليل من الخفة، القليل من الحزن، القليل من السعادة، القليل من الجدية، والقليل من الحلم. شوية مني أنا actually معناها يظهر لي أنا حسب رأيي معناها لو معناها
لو كان فما حاجة باهية وأنا معناها نحب نعارك عليها ونقول هذه هي إنها هي موسيقى شخصية معناها 100% شخصية. وأظن هذاك علاش العباد يحبوها وتمسهم، على خاطر ما فيهاش سرقة، ما فيهاش محاولة بتاع موسيقى هكا ولا هكا، أعمل موسيقتك وكهو، ما فيها تقليد. هي موسيقتك أنت النابعة أظن. من الداخل أظن. من القلب. شو رأيك لو نمس مشاعر المستمعين الآن بأغنية ثالثة من ألبومك الجديد تصويرة؟ شو راح تختار لنا اليوم؟ حبيت نلعب كزيد كزين كزين كزين. عن شو بتحكي هالأغنية؟ هو اللي كزين هو الانيشلز متاع مكان نمشي له في تونس، مكان سري شوية يعني، ما حبيتش نكتب الاسم الكامل لإله، الاسم الكامل. وهذا المكان اللي كتبت فيه الأغنية، ومكان قعدت يعني متأثر بليلة عديتها في سكون الليل. يعني هم مكان ما فيهش حتى ضوء في الليل، ترى كان فيه النجوم ومقابل البحر. يعني عديت وقت متاع تأمل غادي في الليل وحدي، وحسيت نفسي باش بديت نطلع لفوق، وخممت في برشا حاجات، وحسيت انه في وقت معين بديت نحكي مع الموجة تحكي معايا. حكينا مع بعضنا ولقينا يعني لقينا حلكم ببعض. لقينا حل يعني باش نتعايشوا يعني. اذا رح نسمع هالأغنية سوا. دائما في برنامج مراسي مع ضيفنا الفنان جوهر. على حرف الليل رخيت وصبحت الخيال عجيب وصوت مجنح Thank you.
أغنية جديدة من ألبوم تصويرة للفنان جوهر تحمل عنوان سي زي أو سين زين. هذا المكان الغامض جدا في تونس، وتونس طبعا مسقط رأسك، عشت أكثر في بلجيكا حتى في مدينة ليل للدراسة بداية ومن ثم في بلجيكا، ولكن تونس لها مكانة خاصة في حياتك. يعني مثل ما أنت ذكرت أنه لما بتحب تكتب أو تلحن ترجع على تونس، وخصوصي بعد ولادة طفلك، لماذا هذه العودة إلى الجذور؟ لماذا يعني ما هو نوع العلاقة مع تونس؟ نحب تراب تونس، يعني نحب ريحة تونس، نحب معناها بكل المشاكل اللي موجودة فيها، يعني نقعد متعلق برشا بتونس، ومعناها كي برشا عباد يعني جتني رغبة السفر في وقت معين، وكنت رافض كل ما هو موجود في تونس، رافض العائلة، رافض المجتمع، رافض التقاليد، رافض كل ما هو معناها متاح لنا، ولا كل ما هو ماهوش متاح لنا ك ك ك كشباب يعني باش نعملوه في تونس. الحق معناها حسيت روحي مخنوق في وقتها كنت مراهق، يعني ونستنى نستنى في 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 الوقت اللي باش نسافر فيه. وبعدين تسافر تشوف تخو يعني تخو حريتك تعبر على الحاجات اللي تحب تعبر عليهم، تعمل تجارب جدد، تشوف يعني أساليب جديدة في العيشة عند 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 ناس أخرين، يعني وكي جات كي ولدت بنتي الأولى يعني حسيت رغبة كبيرة للعودة وربط العلاقة من جديد مع تونس. أما بطريقة شخصية أنا حبيت نمشي ونعمل تجارب يعني فنية غادي بنظرة مختلفة أيضا، بنظرة مختلفة لخاطرني معناها البعد البعد ردني إن نشوف في تونس بطريقة أخرى، ونشوف زادة في الحاجات الباهية والممكنة في البلاد. وتقعد تونس يعني تراب يلهمني برشا معناها. هو اللي ألهمك بهيدا الألبوم؟ يعني قدي تونس موجودة في هالألبوم؟ ألبوم تصويرة كثير كثير ما برشا أغاني مكتوبة غادي، برشا أغاني مكتوبة غادي. لو كان نأخذهم يعني بالأغنية يعني إلى جانب هذا المكان الغامض اللي حد البحر واللي منشوف فيه النجوم وصورة كتير حلوة، يعني تونس موجودة جدا في هذا الألبوم. موجودة كثير. بالنسبة لشخص مثلك، فنان مثلك جوهر اللي سافر وشاف وعاش في بلدان أخرى، كيف بتصير هاللحمة بين الوطن، بين الأرض اللي أنت ولدت فيها، وبين الأرض الأخرى اللي تبنتك؟ كيف يعني كيف بتصير هالتفاعل بين الأرضين إذا فينا نقول؟ بطريقة والله يعني طبيعية، وأنا ما يعني ما عمري ما كنت تفهم كنت ما عمري ما كنت ما عمري ما كنت يعني مربوط بكوميونيتي ولا بجماعة أو بمجتمع معين. لو يعني نمشي لمكان جديد نحب تتأقلم، يعني نحب نتأقلم مع العباد اللي عايشين غادي، لأنه لو كان باش تمشي ما نعرفش أنا إيسلندا باش في أول حاجة تعملها أنت تفركس على كوميونيتي نتاع التوانسة عايشين، ما شوفش
واتس ذا يوز يعني. يعني ما في فايده انك تروح تطلع وين التوانسه وتقعد معهم، يعني تحاول تكتشف افاق جديده. وما عندي يعني اوبن مايند لكل الطرق، العايش منفتح لكل الطرق العايش. وفي بلجيكا لقيت راحت البال الحق، ناس معناها من في تواضع، في انسانيه كثير، في تلقائيه في التعامل مع الناس. ذكرتني في تونس القديمه بعض الاحيان، يعني ما عنديش مشكله. لما بتكون ببلجيكا بتحن على تونس، هل وقتها بتكون بتونس بتحن على بلجيكا؟ شوي. جوهر، شو مثلا الأغنية اللي بتحب تكتبها أو الموضوع اللي بتحب تكتب عنه بعد ما كتبت عنه؟ ما فهمتكش، يعني بعد ما كتبت الأغنية؟ لا، أنه في مواضيع مثلا بعد ما كتبت عنها بس بتحب تكتب عنها، بتحب تغنيها ثاني يعني بعد ما أجو، يعني بدك يعني ما كتبت عنها بعد، يعني مواضيع ما كتبت عنها بعد ولكن بتحب تكتب عنها، هل هناك مواضيع معينة؟ والله ما نعرفش، أنا ما نخممش يعني مسبقا يعني على شنو باش نكتب. في حتى في عفوية بهيدا الشيء، انه مثلا الموضوع بيفرض حاله عليك في بعض الاحيان، يعني اكثر الاوقات الغناية هي نفسها تفرض علي الموضوع، يعني مش عارف كيفاش نفسرها. يعني نخدم انا يعني نخدم على الغناية في يوجولي يعني عموما نخدم على الغناء ونوصل الحاجة كاملة ونكملها ونقعد نغني في كلام مش مفهوم بعض الأحيان جمعات أشهر، اللي بشوية بشوية الغنية تحكي لي حكايتها، تقول لي شنو هي تحب تقول، فما حاجة جملة كذا، وبشوية بشوية يعني الغنيات هما يكون فما إيكو ما بين بعضهم ويوليوا صدى، ويولي فما موضوع يخرج من فما خط يعني يخرج من الغنيات كلهم ويولي موضوع الألبوم. وهل بياخد وقت؟ يعني بتقول مثلا أوقات بتنطر أسابيع أو أشهر قبل أن تتبلور الأغنية، هل في أغنيات مثلا تأتي بشكل سريع مثلا؟ في أغنيات في يومها يعني تكون موجودة، في أغنيات تاخذ أشهر نخدمها نخليها ترتاح نعاود نرجع لها كل الأغنية كيفاش. وبصفة عامة لو كان معناها لو فما تلقائية في لو كان جي فيسع يعني هذا يعني good sign يعني يعني شي منيح، يعني شي إشارة منيحة. بنهاية حديثنا، إذا طلبت منك إنك تفسرلنا أو تفسرلنا هالألبوم بكلمتين صغار حسب أنت انطباعك أو حسب العاطفة أو الشغف اللي حطيته بهالألبوم، كيف توصف لنا إياه؟ الحقيقة معناها بالنسبة للألبومات الأخرين، الألبوم هذا معناها في الأول كان شيء ماشي مليح، وفي الآخر يعني لما وصلت لمرحلة تسجيل الصوت وكل شيء تعديت على مرحلة صعبة ياسر في حياتي، وكانت المرحلة هذيك متعبة، يعني الولادة كانت صعبة كثير في الآخر. كي سميته تصويرة آخر وقت، ما كنتش ناوي باش نسوي تصويرة في الأول، كان اسمه سيد زين. سميته تصويرة على خاطر حبيته يكون، لأني تعلمت زادا نقبل الأشياء على كما هي، يعني
يعني انا مريض في ال perfectionist. انت يعني هيك تبحث عن الكمال في الاشياء. وساعات الحاجة هذه تعذبني ياسر. تعذبني ياسر. في الألبوم هذا حاولت نقبل أنه الفيرست تيك يكون هذاك هو. يعني أول لقطة أو أول شيء تعمله يكون هو خلص. توقف عليه يعني. هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة معك جوهر، وبما أنك ذكرت صياد الزين سوف ننهي مع هذه الأغنية. أنا أشكرك جدا على المشاركة معنا اليوم في برنامج مراسي، وكل التوفيق لألبومك الجديد تصويرة. شكرا. شكرا. صياد الزين بيت الليل، بيت الليل تسافر بيه نجوم. وفكار وتفيد بيت مريض، بيت مريض وشادد من النوم. وستاد الريح بيت جريح، الريحة تميل وسفاين بيتموش. صياد العين بيت حسين، شايف شريط تتلافز دي البيوت. صنارة وخيط بيت بعيد، بيت بعيد عن الناس وعيد الفلوس. وهبال وزيد بيت غريب، بيت حريقة تنادي فيه وتقول يا سياد الزين. قلبك فيه فنك طعمة بعد ليك والخوف. صياد الزين شكون حبيت، شكون حبيت وسافر بيه.